الغريبة الطرية إلها شلح الدوب بتمكم دوب، ووصفة وصلت لها بعد كتير وصفات حضرتها قبل واكتشفت إنه إحنا بنعملها بطريقة غلط. أول إشي عندي كوبايتين من سمنة البلقة اللي بدرجة حرارة المطبخ مش سايحة زي ما كنا متعودين قبل، بعدين ضفت عليهم كوباية من السكر وخفقتهم كتير منيح لصاروا مثل الكريمة، بعدين ضفت عليهم 4 كوبايات ونص من الطحين، معلقة كبيرة من النشا اللي هي رح تخلي الغريبة طرية لفترة كتير طويلة، وعجنتهم كتير منيح لصار عندي عجينة طرية ملسي أهم إشي ما بتلزق بإيدي. بلشت أشكل فيهم على شكل دوائر أو كمان على شكل أسطواني أو حتى نشكله على حرف إس زي ما أنتوا بتحبوا، بس العجينة طرية وبتجنن، وبدكم تديروا بالكم من كمية الطحين، ممكن تحتاج أقل شوي أكتر شوي حسب نوع الطحين عندكم. حطيتهم بصينية الخبز، دخلتهم على الفرن على حرارة 180 تقريبا، بياخدوا 12 دقيقة لصاروا لونهم حلو ومتكتك. الوصفة طلعت بتجنن وهشة ودايبة وكتير مبسوطة بالنتيجة.